السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل صراحة وبكل مصداقية، فوقاش المواطن المغربي غيحس أنه إنسان؟ فوقاش غيحس أنه مرغوب فيه ومرحب به في وطنه؟ أما فضائح البرلمانيين فقد وصلت عننا السماء، وحدث ولا حرج. ما راضيش اسيدي لا على الحكومة ولا على البرلمان، باغي نبيع المحل ديالي ونحرق أنا وولادي باش نخرج من هاد البلاد الكحلة، ماشي بلاد السعيدة. ما جا الطب والله كون حطوا لي الطب والله تنقطع بهم راسهم كلهم. ما الشفار على خو بلد تا فرعونيت، جماعة كتفرعن، المقاطعة كتفرعن، الكوميسيرية كتفرعن، البزناز كيفرعن، وهاد المواطن شكون غادي مسكين؟ مفرعين عليه الحكومة والبرلمان بالسكر والزيت والدقيق وهاديك. دخلنا لك والله قول لي شو القاب وراها الموت والله كون غير يحكمونا فوقها اللي كيشدوا التسبيح والله تتلقى معاهم البركه. واش ما عرفتيش المغاربه بان البرلمان يدوز عام ديال الحبس؟ خرج مشى لدارو دوش مشى ديريكت للبرلمان. واتصلت ليا مزيان نقول لك شكون هما اللي فعلا خاصهم بحسن السيره والسلوك. ما عرفتيش المغاربه بان البرلمان يكون درنا لهم حسن السيره والسلوك وطبقنا معاهم مزيان. كل ما لقيت واحد 90% ديال البرلمانيين اليوم تما وطلاق وديك. ونبداو باقليم ناظور واللي السكان ديالها مساكن كيقولوا اننا عندنا ممثل داخل قبه البرلمان اللي كيوصل لمشاكلنا. ما عرفتيش ان مشاكلهم اليوم كتعاود وسط الحبس، وهذا البرلمان اللي تقوا فيه وصوتوا عليه اليوم راه في الحبس بالتهمه ديال التزوير والرشوه. التجمع الوطني للاحرار اللي كينتمي لهذا الحزب هذا، كان بامكان ان رئيس مجلس النواب ديال التجمع الوطني للاحرار يدير طلب للمحكمه الدستوريه باش يسقطوه من البرلمان. لا، باقى عنده صفات برلمان. فاس برلمان ديال التجمع الوطني للاحرار محكوم بست سنين، وفاسي مازال كيتخيلوا كاين اللي مثلهم داخل قبه البرلمان، ومازال عنده الصفات اليوميه هذا ديال البرلمان. علاش ما تسقطش ليه؟ شوفوا علاش، ومحكوم بست سنين يعني تم الحكم عليه بتهمه ديال الفساد في قطاع ديال التعمير. نزيدكم ولا براك، هذا راه التحكم غير باكراه البدني، اما هادو شوف باش محكومين، وملي كيخرجوا كيمشيو ديريكت للبرلمان. ونزيدكم واش نزيدكم نزيدك شي مدن؟ يلا سير انا نزيد، سير اخويا في البيت 16 ولي البرلمان ديالها محكوم بخمس سنين، ولا خرج غدا، خرج غدا يمشي للبرلمان يدخل، ما كاينش اللي يمنعو، باقي عنده الصفه ديال البرلمان، باقي عنده كلشي ديال البرلمان، واخا محكوم بخمس سنين، ديال الحزب جاي على عوده وكيشالي لا لا، تحدث الصوري، وعلاش مشدود هاد السيده داخل الاسراف؟ لا بغيتي غير تقول لينا، ما فيها باس، هذا راه مشدود، تابع الحكم عليه، ونطق الحكم بهادشي اللي غنقول لكم. السيد بغا واحد القرض كبير، بغا شي فلوس، مشى هو يدير تزوير عاوتاني في الاوراق، باش يستافد من ذاك القرض. باش ياخذ كريدي زور في الاوراق، دابا نقولوا ديك البومبه الوقود اللي مشى بغا ياخذ منها الكميوات وداكشي خليه ابار. زيدكم ولا بارك؟ بركه. يكفي ان الملك في اخر تعليماته دعا الى تخليق الحياه البرلمانيه من خلال اقرار مدونه للاخلاقيات في المؤسسه التشريعيه بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم. يعني اي واحد عنده غرام ديال الفساد في البرلمان من البرلمانيين ما يدخلش لديك المؤسسه البرلمانيه، ولكن للاسف مازال كنشوفوا المفسدين داخل قبه البرلمان للاسف. وكنتمنى ان النيابه العامه والقضاء يدير خدمته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.